نشرت الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني صورتين جديدتين لها في حسابها على إنستغرام، ظهرت فيهما بإطلالة جديدة، وأرفقتها بتعليق الحمد لله مع هاشتاغ مصر بيروت، في إشارة منها إلى وصولها إلى بيروت بينما تمضي معظم وقتها في القاهرة لتصوير حلقات جديدة من برنامجها السفيرة. وتحدث الناشطون عن أن سبب زيارة وفاء للبنان هي لرؤية ولديها من طليقها اللبناني توني مخايل، وأشاروا إلى أن أولادها يرفضون رؤيتها، وذلك بسبب التحاقها بزوجها تيم حسن والاستقرار معه في الإمارات العربية المتحدة وتخليها وابتعادها عنهم لفترات طويلة، فيما قال آخرون أن طليقها هو من منعها من رؤية أطفالها، وذلك بسبب تأثرهم بعد مغادرتها لبنان وشعورهما بالحزن، وهو ما يرفضه الوالد كلياً. كما وتحدث رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن توتر العلاقات بينها وبين عائلة زوجها الفنان السوري تيم حسن، ما انعكس سلباً على علاقتهما. وكان زوجها الممثل تيم حسن قد نشر صورة له برفقة والديه اللذين زارهما في قريتهم الشيخ بدر في طرطوس تزامناً مع عيد الأب من دون أن ترافقه الكيلاني، الأمر الذي حرك حشرية وتحليلات بعض المتابعين الذين سارعوا إلى القول أن علاقة والدة تيم حسن بزوجته وفاء ليست على ما يرام ولا يوجد بينهما انسجام، وهذا ما جعله يزورهما دون زوجته، الأمر الذي عرضها أيضا لحملة انتقادات واسعة من قبل الناشطين الذين وصفوا ما قامت به بقلة الاحترام لزوجها، وأنه حتى لو لم تكن على علاقة طيبة بعائلته كان يجدر بها أن تكون إلى جانبه في زيارته لهم، وانسحبت هذه الحملة لتطال شكلها المتغير أيضا، إذ لمس المتابعون تغييراً كبيراً في ملامح وجهها مشيرين إلى خضوعها لعملية تجميل ومعتبرين أن شكلها سابقاً كان أفضل وأجمل بكثير.